نعم. طب نعم ليه؟ فاكر هقول لا يعني. نعم ليه؟ عشان خاطر الناس دول احسن من الناس اللي قبلهم. تمام. الناس اللي قبلهم ايوه مين هم الناس دول ومين هم الناس اللي قبلهم؟ الناس اللي قبلهم الكوميديين اللي كانوا في مجلس الشعب والحاجات دي يعني ما كانوش قد مستوى، مش قد المقام، وما احبش ان انا اللي يمثلني في مجلس الشعب او يبقى رئيس الجمهوريه او كده ناس مش على المستوى، لان احنا فنينا عمرنا عشان نبقى على مستوى. الناس اللي موجوده دلوقتي بيشرفونا، سياده الرئيس عدلي منصور مشرفني انا، يعني انا فخور بيه، سياده الفريق عبد الفتاح السيسي انا فخور بيه، فانا مش هقبل بقى اقل من كده ان هم يبقوا القاده بتاع بلدنا. حضرتك ما خفتش من اي عرقله من تهديدات الاخوان؟ صلي على النبي، التهديدات الاخوان دي. طب حضرتك انا حصل تفجير في امبابه، هو يعني طلع تامين المباني هيحصل ايه؟ هموت يعني؟ بتخاف من الموت؟ طيب ايه رايك حضرتك في التامين؟ لا 100 100 تمام تمام. طب اجراءات الاستفتاء السنه دي ايه اللي فرق بينها وبين السنه اللي فاتت؟ يعني في تسهيل في الاجراءات، في احنا شايفين مش هيفرق، وانتم مش هنصلح حالكم، وانتم ولا بتطبقوا القران حتى، ومش هتطبقوا الدستور، وانتم شعب متفكك وقليل الادب وبترموا زباله واوحش صوت بيدن، وما بتنظفوش الجوامع، والمدارس وسخه والشارع وسخ. اتمنى انكم بعد كده تطبقوا القانون على نفسكم قبل اي حد، تمام، وتنظفوا الشارع، ترموش زباله، ومحدش يدن صوته وحش، لسه بقى وترعوا ربنا.